بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. بنعمد المسيح وإرشاد الروح القدس تأملات بسيطة في قراءات الكنيسة ليوم الأحد السابع من الخمسين المقدسة. وهذا الأحد مهم جدا لأنه عيد من الأعياد السيدية الكبرى، عيد الأمصرة، عيد حلول الروح القدس. كل عام وجميعكم بخير وسلام وبركة. الحقيقة بناخد بركة الدير النهاردة في كاليفورنيا، دير القديسة كاترين والقديسة فيرينا. بركة صلواتهم تكون معنا، آمين، من هذا المكان المبارك المقدس والدير العامر. ربنا يجعله سبب بركة وخلاص لكثيرين من المكان المبارك هنا في كاليفورنيا، في الدير القديسة كاترين والقديسة فيرينا، كنيستهم في الدير المبارك. بنشوف مع بعض بعض التأملات في قراءات الكتاب المقدس ليوم أحد العنصرة، عيد زي ما قلنا من الأعياد السيدية الكبرى اللي هما السبع أعياد، بدءا بعيد البشارة، عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، أحد القيامة، ثم الصعود، وأخيرا آخر الأعياد السيدية اللي هو عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس. هنا اللفظة العبرانية للعيد معناها بنتكوست، وكلمة عنصرة هنا معنى كلمة اجتماع أو محفل. واستخدمت الكلمة عنصرة عشان تشير ليوم الخمسين اليهودي اللي كان بيجتمع فيه كل ذكر من اليهود من كل بقاع الأرض إلى أورشليم للاحتفال بالعيد. وأطلقت الكلمة أيضا على عيد الخمسين المسيحي اللي احنا بصدده الآن، اللي فيه حل الروح القدس في يوم الخمسين في هذا اليوم على المجتمعين في علية صهيون. فصار في العهد الجديد يسمى عيد العنصرة في العبرية أو عيد البنتوكوست في اللغة اليونانية. الكنيسة بتحتفل به تذكارا لتلك العيوب العظيمة اللي قدست العالم كله وفتحت طريق الإيمان بحلول الروح القدس كمثل ألسنة نار، يعني بمعنى أن الرب أعطى بالروح القدس ألسنة نارية للرسل والتلاميذ والمؤمنين للتبشير. يوم حلول الروح القدس في هذا الاحتفال أو هذا العيد، كل القراءات عشان ناخد بالنا منها حضراتكم تتكلم عن المسحة المقدسة، مسحة الروح القدس لنصير هيكل الله وروح الله يسكن فينا. نبدأ بالقراءات، وهذه المرة أنا هبدأ بالإبراكسيس اللي صور لنا في أعمال الرسل في الأصحاح الثاني قصة حلول الروح القدس. يقول كده سفر الأعمال: ولما حضر يوم الخمسين كان جميع المجتمعين، يعني هم التلاميذ ومن معهم، مجتمعين بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل المكان، كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس. زي ما ذكر الكتاب انهم كان حوالي 120 مجتمعون في العلية ومستمرين في الصلاة لغاية هذا اليوم بقلب واحد، صلاة من أجل الله يحقق وعده بإرسال المعز الروح القدس. وصار في بيت مرمركوس صوت مثل صوت الريح، لكن آتيا من فوق ليس من الأفق البعيد كالرياح العادية، وكان الصوت لتنبيه الناس لما يحدث في العلية، كل منطقة في أورشليم. ظهر أيضا ما يشبه نار
تشكلت على هيئة ألسنة منقسمة، وكانت طائرة في الهواء في المحيط يعني، استقرت على رأس كل واحد من المجتمعين في العلية، وده إشارة لما سيمنحه الله من ألسنة. قلت قبل كده ألسنة نارية اللي هي ألسنة التبشير القوة، وهنا ده النار معروفة رمز للتطهير والقوة. استقرت الألسنة على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس، وإظهارا لذلك تكلم كل منهم بلغة لم يكن يعرفها من قبل حسب الوعد الإلهي. وظهرت ثلاث معجزات، هي صوت الريح، صوت كمل صوت الريح، ألسنة نارية، والتكلم بلغات غريبة كانوا يعرفوها، وده لإعلان حلول الروح القدس وتأسيس الكنيسة. الوقت ده زي ما قلت لحضراتكم كان مجتمع في أورشليم عدد غفير جدا، عدد كبير جدا من الناس المهتمين طبعا بالعبادة، بدليل احتمالهم مشاق السفر وتكاليفه. ثانيا إنجيل القداس، إنجيل القداس، إنجيل معلمنا يوحنا بيقول كده عن عمل الروح القدس للكنيسة: ومتى جاء المعزل الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. لاحظ تاني في الجزء اللي أنا قريته: جاء المعزل الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، الذي من عند الآب ينبثق، وده إيماننا السليم وليس كما يقول البعض من الآب والابن كما يذكر عند البعض، لكن يقول منبثق من الآب. الروح القدس زي ما قال المسيح أنه سيشهد لهم من خلال تلاميذه أمام العالم كله، وكل اللي يقولوه أو يصنعوه من معجزات هيكون مصدرها هو الروح القدس، ودي أمور تسعد، أمور تقوي الخدام في كل زمان مش بس في زمن الرسل، لما يلمسوا قوة عمل الروح القدس في كنيسة الله. قديس أغسطينوس بيقول إذ يحل الروح القدس على الكنيسة، ده بيساعد يعني بيحمل التلاميذ اللي رافقوا المسيح من بداية خدمته إمكانية، يعطيهم إمكانية الشهادة، الأمر اللي ما كانوش قادرين عليه أثناء حديث المسيح معهم لم يكن، خلي بالكم، ملء الروح القدس كانت حل فيهم، لكن ده هيشوفوه بعد حلول الروح القدس. ما تحل الروح القدس يهبهم الإيمان العامل بالمحبة، المحبة الكاملة اللي بيقول عنها الكتاب تطرد الخوف إلى خارج، فلا يعود بطرس الرسول يخاف وينكر، بل نشوف هنا أن بولس الرسول كان يذكر الكثير عن عمل الروح القدس، وهنا بنشوف أيضا زي بيقول قديس أغسطينوس أنه بطرس الرسول اللي عمله عند الصليب، لكن شوف في ملء الروح القدس يشهد له محتملا الألمات والاضطهاد من أجل اسمه بفرح. المسيح قوى هنا تلاميذه بعطية الروح القدس أيضا ليحتملوا كراهية أعدائهم اللي هيقابلوهم في الخدمة، وأعدهم لذلك بتقديم نفسه مثالا عشان يزدادوا شجاعة في الاقتداء به، ووعدهم بالروح القدس اللي هيشهد ويعطي القوة زي ما قال كده لخدامه: لا تهتموا بما تقولون، لا، الروح يعطيكم ما تقولون هنا، وتكونوا شهودا للسامعين ليكم. وفي الإنجيل أيضا يقول كده: رب المجد أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء الروح القدس ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. لما الرب يسوع المسيح لمس تأثير كلامه على التلاميذ وكيف حزنوا، الكلام ده كان قبل الصلب،
فأراد أن ينقلهم نقلة تحمل تعزية كومفورت، يعني راحة جواهم بعيد عن الخوف، وترتفع بيهم فوق الحزن. عاد المسيح له كل المجد يكشف ليهم سرا من أسرار التدبير وعمل الروح القدس. فجعل السيد المسيح من انطلاقه إلى السماء وما يكونش ده سبب حزن ليهم في المفارقة، بل سبب مصدر هنا للفرح، يعبر بيهم من الرؤية الحسية الجسدية اللي كان عايزين يقعد يعني قدامهم إلى الرؤية السماوية. قد يفقدوا بالرؤية العينية، لكن المسيح يقدم ليهم الروح القدس المعز المفرح، وده وضع أفضل للكنيسة وللتلاميذ. لأن تجسد الابن كان له مهمة زمنية محددة تنتهي بانتهاء أو إتمام الفداء، لكن الروح القدس يدوم إلى الأبد، يتعهد ويرعى الكرازة والكنيسة لانقضاء الدهر. وهنا استخدم المسيح صفة المعسي كأحد صفات الروح القدس، لأن التلاميذ فعلا كانوا في أشد الحاجة للتعزية. هنا بيقول لهم المسيح متى جاء هذا الروح، يعني الروح القدس، يبكت على خطية، وده أحد أعمال الروح القدس، التوبيخ، يقصد به الدفع، يدفع الإنسان للتوبة، يكشف عن الخطية، مش بس كده، لا، ويحث على التوبة. فعشان كده الخطية العظمى هي خطية عدم الإيمان بالمسيح والتجديف الروح، يعني رفض صوت الروح القدس. يبكتهم أيضا مش بس على خطية، يقولوا على بر، يعني التقصير في البر، في النمو في الفضائل والبر الذاتي اللي المفروض نتخلى عنه. ده الروح القدس عمله انه بيوبخ الانسان على الحاجات دي، ان ليه مقصر، لازم تنمو، وهو بيشجع. يبكت على دينونة، يعني الروح القدس بيشهد ويدين العالم ورئيسه اللي هو الشيطان. ثم يبكت على اهمال تذكر الانسان ليوم الدينونة الرهيب. القراءة الثالثة مزمور إنجيل القداس، مزمور 47. صعد الله بهتاف الرب بصوت الصور، لأن الله ملك الأرض كلها، رنموا. هنا بنسعى للامتلاء من الروح القدس بالصلاة الدائم والتسبيح، عشان نحصل على نتيجة عمل الروح القدس. التسبيح يرفع القلب إلى السماء، تسبيح يفك القيود اللي بتربطنا بشهوات العالم، عشان نهتم كده بالترانيم والتسابيح والصلاة لنحيا مع الله ونمجده فيباركنا. مزمور العشية، رد لي بهجة خلاص. كلنا عارفين مزمور 50 لمعلمنا داود النبي، وعارفين الظروف اللي سجل فيها هذا المزمور. بروح منتدبة أعضدني، نجيني من الدماء يا الله إله خلاص، فيسبح لساني بركة. هنا صلاة وتضرع للامتلاء من الروح القدس. شوف النبوة العظيمة منذ القدم عن الروح القدس. هنا المرتل داود النبي حسب أن الخطية أفقدته التمتع بوجه الله، بيقول رد لي بهجة خلاصك، حسب أن الخطية هنا هي اللي منعت عنه هذا التمتع وأفقدته. وحرمته من عمل الروح القدس واهب البهجة الحقيقية بالخلاص، واهب الرئاسة والسلطة. العلامة أوريجينوس بيقول يعتبر داود أن الروح القدس يمكن أن يسحب ويؤخذ، لهذا بيطلب الهبة دي زي ما قال الكتاب المقدس، ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وأيضا يقول الكتاب، وأيضا لا تطفئوا الروح، زي ما ورد تسالونيك الأولى أصحاح 5 القديس العظيم الأنبا أثناسيوس يقول. النبي هنا بيتضرع متهللا إلى الله، بيطلب منه النجاة من سفكه دم أورية، أو أنه بيطلب إبطال ذبائح الحيوانات. نجيني من الدماء، يعني إمتى تبطل؟ شوف النبوة العظيمة منذ القدم، نجيني من الدماء، مش بس دماء القتل، لا، بيقولوا من دماء الذبائح، يعني إمتى تيجي يا رب وتبطل الذبائح اللي كانت بترمز إليك في شريعة موسى.
خامسا، إنجيل العشية في اليوم الأخير العظيم من العيد، وقف يسوع ونادى: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. إنجيل من معلمنا يوحنا، إنجيل يوحنا صح 7. إيه اليوم الأخير اللي وجد فيه المسيح العظيم؟ ده كان عيد اسمه عيد المظال، وبيحتفلوا بيه اليهود لعدة أيام، وده من أعظم الأعياد عندهم، وده كان يوم اعتكاف ما يشتغلوش فيه، وكان فيه طقس عظيم مصاحب لهذا العيد، إن رئيس الكهنة لمدة 7 أيام ياخد معاه جرة من الذهب، ويروح يملاها من بركة سلوام ويصبها على مذبح النحاس، وأثناء ذلك الشعب كله يبقى بيسبح ويصلوا النبوات المتعلقة بالمياه، بالذات تذكارا لخروج بني إسرائيل وخروج الماء من الصخرة في البرية اللي روتهم. وانا في الكتاب قال والصخرة تبعتهم، شوف النبوة كانت الصخرة المسيح اللي هي الخلاص. يعني طوال ال7 أيام كان يحتفل هذا الاحتفال، كل النفوس مرتبطة بهذه الصخرة وبالماء كرمز للحياة. وعشان كده نشوف الرب يقول إن عطشة، يعني من يشعر بفقره إلى البر، وده اللي قاله الكتاب، مين هيتمتع؟ من يشعر المحتاج. الله مش يضغط على حد، مش يعني لا يقحم الإنسان عشان يعطيه، لا، عن الإنسان اللي يطلب لما يشعر بعطش. عشان كده يقول الكتاب: طوبى للجياع والعطاش. يعني أي إنسان فينا محتاج فعلا للبركات الروحية وحاسس بأن في فراغ داخلي، الكلام ده بتكلم عن الروح القدس، سيعطيه الرب بالروح القدس هذه البركات. قراءة 6 مزمور باكر يقول كده، مزمور 104: ترسل روحك فتخلق، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض، يكون مجد الرب إلى الدهر يفرح الرب بأعماله. ده عمل الروح القدس الخالق. أيضا هنا يخلق يعني يجدد طبيعتنا، فنصلح للسماء، نصير في المسيح خليقة جديدة، وده اللي قاله معلم داود: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله. الله فرح لما خلق العالم وقال عنه حسن، وحسن جدا، واستراح الرب في اليوم السابع. فرح أيضا بعمل يعني بإتمام فداء البشرية على الصليب، ويفرح أيضا بتوبة وخلاص أولاده، لأن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. القراءة 7 إنجيل باكر: أما المعزي، إنجيل معلمنا يوحنا، أما المعزي الروح القدس الذي يرسله الآب باسمه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول هنا عن الروح القدس انه بيدعوه معزي بسبب الهموم اللي استحوذت على التلاميذ حينئذ. شوف لما نترك فرصة للروح القدس يعمل يريح قلوبنا كلمة يعزيها. ودي الأقوال اللي طلعت من فم رب المجد يسوع نفسه. ودي كان الروح القدس اللي أعطى التعزية للتلاميذ في فراقهم للسيد. الروح القدس يعلم هنا، يرشد. الكتاب قال انتوا لا تعلمون حتى في الصلاة، لكن الروح القدس يعطينا ما نصلي، هو اللي يفتح الذهن ويعطي ما نصلي لأجله حسب إرادة الرب. الروح القدس يذكركم بكل شيء، هو اللي بيحضر أذهاننا لكل تعاليم المسيح، يحثنا على تنفيذها والحياة بكيف نحياها. حياتنا دي وسط العالم فيما يرضى الله، يعطينا القوة اللازمة. أيضا ويذكركم الروح القدس، بيقول عنه أحد الآباء، هو اللي ذكر يوحنا بكل كلمات المسيح التي قالها من كم سنة، من حوالي 70 سنة لما كتب إنجيله في الثلاثينات، لكن كتب إنجيله لما قرب على نهاية العمر عندما كان 100 سنة. فالروح القدس ذكره بكل شيء، هو اللي بيذكرنا أيضا لنأتي بثمر. البولس يقول كده، معلمنا بولس، عن مواهب الروح القدس، كورنثوس الأولى وأصحاح 2: أنواع مواهب موجودة ولكن الروح
واحد، أنواع خدم موجودة لكن الرب واحد، أنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد، الذي يعمل الكل في الكل ولكنه لكل واحد يعطي. ايه ده يعطي هنا؟ اظهار الروح للمنفعة. شوف الروح القدس هنا يعطي كل واحد موهبة، والمواهب المختلفة بتتكامل في جسد المسيح الواحد. تاني حاجة، ان كان الله اعطانا موهبة لا نتكاسل او نهملها او نتكبر بها على غيرنا او نحسد غيرنا على مواهبه، لان الروح القدس يعطي كل واحد حسب المقدرة اللي يقدر يقوم بيها. كل المواهب دي نتذكرها انها ليست من عندياتنا، انما المواهب دي مواهب الروح القدس. فان لم نتضع، لان مش بتاعتي، ان لم نستخدمها حسنا ونتضع ونستخدمها حسن لنفع الكنيسة والاخرين، يمكن ان يأخذها الله منا. الذي له، يعني اللي بيستخدم المواهب دي استخدام حسن بتواضع يعطى فيزداد، يعني ربنا يديله أكتر ويدي ثمر أكتر. الذي ليس له، يعني الذي ليس له إيه؟ مش ليس له موهبة، لا، عنده الموهبة لكن ليس له استخدام لهذه الموهبة حسنا أو استخدام بالتضاع، فالذي عنده يؤخذ منه. يبقى بس هنا ناخد بالنا، نتعلم إن الموهبة لا تخلصنا زي ما بيعلمنا الكتاب والآباء، لكن هي لفائدة الكنيسة، ويمكننا أيضا نحن أن نستفيد منها مع باقي المؤمنين اللي احنا بنخدم الموهبة ليهم. عشان كده ننال ثمر الروح القدس أو الفضائل دي. شرط أساسي أقوله تاني، لا ندفن هذه المواهب، مواهب لا ندفنها. طب كل واحد ربنا أعطاه كما قسم له الموهبة. اللي مش عارف يصلي وربنا يظهر الموهبة اللي عنده حتى يستخدمها حسنا. في ناس عندها المواهب مش عايزة تستخدمها، تقول أنا غير مستحق إن أنا أخدم. نعم، نصلي إن ربنا يوجهنا نخدمه إزاي. الكاسيليكون، وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. المسحة اللي هي مسحة الروح القدس الساكن فينا، اللي خدناها مسحة دي في مسحة الميرون، ترشد تثبت المؤمنين في الإيمان المستقيم. هذه المسحة أيضا، مسحة الروح القدس، تكشف أسرار الله في القلب ويعلمنا ويدوقنا حلاوة العشرة معه عن طريق الروح القدس، لأنه بيفتح أذهاننا فنتعلم. كده أنا ختمت التأملات البسيطة في القراءات، لكن ليه ملاحظة بسيطة خالص هنا. ناخد بالنا ان الكنيسة المحبوبة في يوم الاحد اللي هو احد العنصار عيد حلول الروح القدس، ايضا الكنيسة بعد القداس بتصلي صلوات جميلة وتقصها الروح الجميل، اسمها صلاة السجدة، ودو ثلاث سجدات، وهنعرف ليه الاسم ده. اتنين منها خارج الهيكل، يعني زي ما كنا بنصلي كده في ايام البسخة، والثالثة بتبقى في الهيكل. الهيكل هنا بيشير الى السماء، بمعنى ان الروح القدس ادخلنا الى المقدسات، لذلك بنبدا خارج وثم ناحيه الهيكل. وارتبطت السيده دي بصلوات البخور، علامه حضور الله في المكان. السيده الاولى تتكلم عن مجد الروح القدس وصلاه يسوع الشفاعيه زي ما نشوف في القراءات. السيده الثانيه عن الوعد بارسال الروح القدس. السيده الثالثه عن مواهب وبركات الروح القدس اللي هو الماء الحي الذي وهب للكنيسة. صلاة إطلاق زي ما قلت لحضراتكم على الصلوات دي اسمها السجدة، لأن بنصليها وإحنا ساجدين في معظم الأوقات مش واقفين، وده أول مرة يتم فيها السجود بعد 50 يوم من قيامة المسيح من بين الأموات، اللي هي كانت تعتبر أيام الفرح. فهنا سجود عاد، لأن نتذكر قول المسيح اللي قال كده ايه، اما الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب الروح والحق. ومعروف كده على زي ما شفت بعض الكتب ان في التاريخ انه كان ساعه صلاه السجده يحدث هبوب ريح ولا يسكت صوت هبوب الريح
إلا إذا سجدوا. لذلك صلاة السجدة بنصليها واحنا زي ما قلت ساجدين. القديس باسيليوس الكبير كان يقول كل مرة بنسجد فيها إلى الأرض يشير إلى كيف أحضرتنا الخطية نزلتنا إلى الأرض، ولما بنقوم منتصبين نعترف بنعمة الله ورحمته اللي رفعتنا من الأرض وجعلت لنا نصيب في السماء. أيام جميلة وبركات كبيرة جدا، يريد نتعايش معها بالفرح ونعطي فرصة للروح القدس أن يعمل فينا زي ما عمل في أبائنا الرسل والتلاميذ. كل عام وحضراتكم بخير. نصلي مع بعض صلوة من صلوات الكنيسة المحبوبة عن الروح القدس، ونقول له كده: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محييا، روح البنوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا رب من فضلك اشفي كل مريض، عزي كل حزين ومتألم، انقذ المتضايقين يا رب والمجربين، حل بسلامك يا رب في كنائسنا وفي بيوتنا، واحفظ العالم يا رب من الشرور ومكائد إبليس، احفظ العالم يا رب من الغلاء والوباء. ويا رب نرسل لك هذه الصلوات يا رب مع صلوات كل القديسين، وبشفاعة يا رب كل القديسين وشفاعة القديسة كاترين والقديسة برينا قديس الأنبا أنطونيوس وكل القديسين يا رب الذين أرضوك، اسمع صلواتنا واستجب لك كل حمد وشكر من الآن وإلى الأبد. آمين.